بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ اتكلمنا المرة اللي فاتت باستفاضة نوعا ما عن التنشن تيست وبيحصل ازاي وازاي العينة بتتطور في مراحل اليلد ثم النيكينج، وازاي العينة بتبدأ بقى ايه يحصل لها فيلير. طب نوع الفيلير ده عامل ازاي؟ طب هو الاستريس سترين كيرف ده ده فيه النورمال وفيه الترو، في حاجات كتير قوي اتكلمنا عليها. حاول تتخيل بقى ان النهارده هنحاول نطبق بقى على اللي احنا اتكلمنا عليه كتير. هتقول لي وهنطبق عليه ازاي؟ يعني هقول لك التنشن تيست ده من اهم الخصائص اللي يعني او من اهم اختبارات اللي بتعملها على المواد المعدنيه. فانا دلوقتي عايز اطبق مش بس كتنشن تيست، لا ده انا عايز اختبر بقى عينه. انا عايز اعرف لو انا مثلا عندي صلب سواء كان انشائي او تسليح، انا عايز اعرف بقى اختبره ازاي. فالمره دي هتبقى جزء منها تطبيق على اللي فات، وجزء منها اخدته الترم اللي فات برضو اتكلمنا فيه، وجزء منها جديد. فاحنا ايه بنتكلم على الاختبارات النهارده بشكل رئيسي وبنحوم حواليها. طب الاختبارات ليه؟ علشان اطمن ان المادة اللي انا هستعملها قدامي دي مطابقة للمواصفات، يعني بتحقق الحد الادنى مثلا من الكفاءة المطلوبة. طب يبقى احنا محتاجين نعرف شوية خصائص. اهم يعني من اهم الحاجات اللي انت هتحتاج تعرفها عن الستيل عامة ان الكثافة بتاعته، الدينستي بتاعت الحديد هي 7.85 طن على المتر سكوير، نفس اليونت هي جرام على السنتيمتر سكوير، او 7850 كيلو جرام على المتر، اسف تكعيب، لا بجيب جاما، دي جاما ستيل، دي جاما ستيل. مهم اوي تعرفها، يعني حاجة مهمة جدا من الخصائص المهمة بالنسبة لك بالنسبة للستيل. في حاجة كمان بالنسبة للستيل مهمة عندي، حاجة اسمها coefficient of thermal expansion، معامل التمدد الحراري بيترمز له بألفا. ألفا ده بيبقى بيساوي دلتا ال على ال في واحد على دلتا تي اللي هي تغير في درجة الحرارة. الفا دون بالنسبة للستيل بيساوي 12 × 10^6. اليونت بتاعته ايه؟ مش شكل ده، دي واحد على سليزيوس يعني. بس مش هقول واحد على سليزيوس، ممكن تقول واحد على سليزيوس، ممكن تقول ملي بير ملي بير سليزيوس، يعني على اساس ان ده سترين يعني، بس اهي بير سليزيوس يعني. طب وانا يهمني ليه اعرف ان الكوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانشن بالنسبه للستيل هو هذا الرقم اللي انا ماليش اي دعوه بيه ده؟ لا مهم عندي. ليه مهم عندي؟ لان انا هاجي اقول لك دلوقتي ان جاما بالنسبه للخرسانه بتبقى من 10 × 12 × 10^6. الرقمين دول قريبين جدا من بعض، يعني تقريبا بيتساوي. طب برضو انا استفدت ايه؟ هقول لك ده ثيرمال اكسبانشن يعني ايه؟ يعني يجي لي درجة حرارة زيادة، المادة عندي تتمدد بمقدار دلتا ال لدرجة الحرارة دلتا تي يعني. او بيحصل لها سترين لكل كمية او لكل تغير حرارة. فلما انا اجي اعمل كومبوزيت ماتيريال اللي هي رينفورسد كونكريت، ما هي دي كومبوزيت، كومبوزيت يعني مكونة من خرسانة وستيل. فإذا لما أنا أحطهم في بعض، أنا مش عايز حاجة تفك كده تشرد مع نفسها وحتة، لأ يعني أنا ما أخليش حاجة مثلا إيه يتعرضوا لدرجة حرارة عالية تلاقي الستيل طلع خرسانة لسه يدوبك، لأ أنا عايزهم كلهم يروحوا مع بعض ويرجعوا مع بعض. فاكر الجرانيت؟ الجرانيت كان وحش في مقاومته للحراره. ليه؟ لانه كان مكون من كذا ماتيريال، كل ماتيريال ليها كوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانشن مختلف. فاذا انا مهم عندي قوي برضو ان اعرف ان كوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانشن للستيل قريب من الخرسانه، عشان كده بعرف استعمل الستيل مع الخرسانه. طيب
بما اننا بقى اتكلمنا على حديد التسليح يعني او الحديد بالنسبة للخرسانة، فتعالى ايه نكمل كلامنا عليه في الاول في البروبرتيز بتاعته. طبعا انا عندي نوعين مينلي من حديد التسليح، بيبقى بلين وممكن يبقى ريبد او ديفورمد اللي هو المشرشر، او يقول لك حديد ذو نتوءات يعني اي بتاع اللي هو بيبقى عامل كده، انت عارف كده عارفه يعني. ماشي. في الغالب انا بستعملش البلين ستيل ده في شيل احمال يعني، في الغالب مثلا يعني البلين ستيل ده في الغالب مثلا بربط بيه كانات مثلا يعني، انها مش هيبقى حديد تسليح رئيسي يعني، في الغالب ما بيبقاش بلين، بيبقى ريبد يعني. مثلا كان ايه هي الكان، انا عندي قطاع خرسانة اهو مثلا، في مثلا قول 4 سياخ، انت راجل بتحب التوفير، عندك 4 سياخ بهذا الشكل مثلا، عايز تضمن مكانهم، عايز تقاوم الشير فورسز، عايز تعمل اي حاجة، تقوم جايب بلين ستيل كده وتقوم لافف حواليهم، بس انا مش عارف الف، بس اهو بتلف حواليهم كده. طبعا ايه دي بتبقى مثلا عاملة كده، كل حاجة هتدرسها بالتفصيل قدام، لكن هي الفكرة ان انا بستعمل بلين ستيل في هذه الحاجات، واكترها ريلاتيفلي بتبقى صغيرة يعني فاي 6 8 10 يعني، انت مش هتسمع عن ارقام اكبر من كده يعني. وطبعا بما اني عايز الفها اللفة دي في كانة كده، يبقى اكيد البلين ستيل ده في الغالب بيبقى مايلد ستيل، صح؟ لان انا عايزه يتلف، انا مش جايب حاجة ما أنا بريتل يعني، أنا عايز حاجة تلف معايا. طيب ده البلين. طب الريبد؟ لا الريبد ده بقى هو اللي بيشيل احمال معاي، مينلي التنشن، مينلي البندنج، الكلام ده. وبرضو قدام في الخرسانة هتاخد يعني، ما تقلقش. ليه ريبد؟ ليه الشرشرة ووجع الدماغ ما كنا بلين؟ هقول لك النتوءات دي اللي بتبقى حوالين السيخ دي بتساعد في التماسك بين الحديد والخرسانة، يعني تلاقي كده كأن الحديد يعني فارد ايده جوه الخرسانة بيمسك فيها، تقدر تتخيلها كده يعني. والريد ستيل بما اني انا عايزه يشيل، ف بيبقى في الغالب هاي تنسايل ستيل، قاومته اعلى من المايلد، صحيح الدكتيليتي بتقل لكن بيفضل فيه نسبة دكتيليتي مش كبيرة بس موجودة، بس في النهاية انا اهم حاجة عندي فيه انه يقاوم. طول السيخ الستاندر بالنسبة للريبد بيبقى 12 متر، لو انت محتاج اطول من كده في الغالب بتضطر توصل، مش عارف هنلحق نتكلم على وصلات الصب ولا لأ، لكن لو جالها وقتها نبقى نتكلم عليه. طيب نبتدي بالاختبارات بقى. اول اختبار عندي هو اختبار الدايمنشنز اند ماس، او يعني عايز اطمن من الويت بير يونت لينث بالنسبة للحديد اللي جالي ده، اول اختبار او من اول الحاجات اللي هتعملها بالنسبة لك. بيبقى عندك جدول بهذا الشكل، الجدول ده فيه ايه؟ الجدول ده فيه لكل قطر من اقطار حديد التسليح من اول 6 لحد 50، وارد خلي بالك انك ما تلاقيش القطر بتاعك هنا يعني، هو مش ماشي 6 7 8 9 مش عارف ايه، لا هو ماشي اقطار دي اللي في الغالب بتلاقيها، لكن سي مثلا ان انا عندي قطر سيخ 15 مثلا، لو انا عندي هنتكلم فيها، بس الاول تعالى نتكلم على الجدول الاول. جدول اول حاجة عندي مديني النومينال دايمتر، والجدول ده اتكلمنا عليه الترم اللي فات لو انت فاكر، بيدي لك الدايمتر لكل قطر للاسياخ بتاعتك، وحسب لك الاريا جنبها، الاريا كروس سيكشن اريا بتاعت الاسياخ. هنا في حاجة كده صغيرة على جنب، بالنسبة للبلين بار ده الكروس سيكشن بتاعه مفيش اي مشكلة، انما الريبد بار مش بيبقى كده، لا ده بيبقى فيه نتوء، ممكن يبقى فيه 2، فاهم انت؟ فالاريا بتاعته مش بالظبط باي ار سكوير، صح؟ لو اعتبرت ان الدايرة هي الار ده هو راديوس الدايرة ده، او هنقول عليه النومينال دايمتر، ماشي؟ يبقى الار ده هو
نومينال دايمتر. في قطر تاني بالنسبة للريبد بارس انا ممكن اقول لك لا، طب ما هو تقريبا دي دايرة كبيرة شوية، يعني ايه، تعال نرسمها بشكل اكبر سنة، وده النطوء يا سيدي. حلو، يبقى هي دي كأنها دايرة اكبر سنة عاملة كده. انا بعمل حساب النطوءات يعني، فبيبقى عندي radius اكبر سنة بيبقى اسمه الافكتيف. والاصل عندي ان انا عندي هنا النومينال دايمتر بتاعي او ار ان يعني، والافكتيف دايمتر بجاب كده بعلاقه بسيطه. المواصفه الجديده انا مش بستعمل الافكتيف، انا بستعمل النومينال دايمتر. وخلي بالك في حاجات كتير اتغيرت في المواصفه الجديده هنتكلم عليها، وهي حاجات محوريه يعني. حاجه زي دي، حاجه زي ان انا بقيت استعمل الابر ييلد بدل اللور ييلد، ودي حاجه مهمه جدا انك تبقى واخد بالك قوي منها. زمان في المواصفه القديمه وعلى مدار يعني وقت كويس يعني، كان قيمه الييلد اللي بتستعمل هي اللور ييلد، وكان ليها تفسير لان اليور هاير ييلد ممكن يتغير باللود او بسرعه اللودنج بتاع التست وانت ماشي بالمكنه. لو انت سرعة التحميل عالية قوي ممكن الابر ييلد يعلى سنة، بس اللور ييلد كان نوعا ما اكثر ثبوتا فكان بيستعمل. دلوقتي لا، بقى يقول لك احنا هنستعمل الابر ييلد. فلازم تاخد بالك من حاجة زي دي. يعني انت مثلا لو قريت كتاب دكتور عبد الكريم عطا هتلاقيه قايل ان احنا بنستعمل اللور ييلد، لكن المواصفة الجديدة اللي هي من اول 2015 بقوا يستعملوا الابر ييلد. ففي شوية حاجات كده صغيرة لازم تبقى واخد بالك منها. يبقى وانا بتعامل هنا هتعامل ب يعني، حتى هو كاتبها لك اهو نومينال دايمتر مش افكتيف، يعني انا هتعامل على طول بالنومينال دايمتر. طب لو انا ادي النومينال دايمتر اضرب لك باي على 4 في دي سكوير هتحسبها هتلاقيها هي دي القيم، دي القيم المظبوطه بالنسبه لهذه الدايمترز. وبعدين قال لك ده المفروض الويت بير يونت لينث لكل نوع، هو حسبه برضو. طب وهو حسبه ازاي؟ هو حطولك في جدول بس هي دي قيم محسوبه فعليا. حسبه ازاي؟ هقول لك، قال له مش الويت بير يونت لينث هو جاما في الكروس سكشن اريا. يبقى انا اقدر اقول لك ان الويت بير يونت لينث هو الجاما بتاعت الستيل اللي هي 7.85 مثلا او 7850 لو احنا عايزين كيلو. حلو كده، في باي على 4 دي نود سكوير، دي نود يعني نومينال دايمتر. لو انت عوضت بستة هنا هتجيب لك القيمة دي، لو انت عوضت بأيا كان بقى طبعا تاخد بالك من يونتاتك، يعني انك هتعوض ده ملي وانت عايز كيلو جرام بير متر لازم تاخد بالك من اليونتس يعني. المهم يعني انك لو عوضت هتلاقي انك تقدر تجيب اي قيمة من القيم دي. وعشان كده ده بقى اللي انا بقولك، لو انت يا سيدي واحد رخم عندك وقالك انا عايز سيخ 26 مش 25 ايه، انا عايز 26، هتلاقي نفسك هتحسبها مش مشكلة، هتحسب ويت بير يونت لينث. ماشي يا سيدي هنحسبه. يبقى دي اللي في الجدول دي القيم الكالكوليتد. حلو كده ماشي. انا بقى لما بتجيلي طلبية بقى او بيجيلي الحديد او انا بعمل الاختبار بتاعي بقى، ايه اللي بيحصل؟ بيبقى عندي عينة مثلا سي شورت سبيسيمن، وبرضو المواصفة الجديدة بقت شغالة شورت سبيسيمنز بس في التنشن تيست يعني، فلازم تاخد بالك برضو من الحكاية دي. سي مثلا عندي عينة ال بتاعتها 5 دي نود وانت معاك الدي نود ووزنتها ماشي، هتجيب من دول ويت بير يونت لينث هتطلع له قيمة، القيمة دي كالكوليتد انت او يعني اللي انت حاسبها دي الاكشوال يعني، تعال نقول عليها الاكشوال عشان ما نلخبطكش، خليها ماشيين بنفس الترمينولوجي. يبقى انا دلوقتي دي العينة اللي انا بختبرها، طولها كذا وزنها كذا حسبت ويت بير يونت لينث طلع لي رقم، هشوف انا السيخ اللي انا بختبره ده انهي دايمتر واروح على الدايمتر بتاعه اهو مثلا سي 14. لو انا طلع لي ده مثلا 1.3 حلو كده كيلو جرام بير متر وده سيخ فاي 14
هروح على ال 14 في الجدول. اه ال 14 اهي. ايه الويت بير يونت لينث بتاعها؟ 1.21. يبقى انا في فرق محتاج اعرف، انا دلوقتي محتاج اعرف هل الفرق ده داخل الالاوبل ديفيشن ولا لا، هل هذا التباين مسموح بيه ولا لا. لان طبيعي ما حدش هيجيب حاجه 100% مظبوطه، لازم بيبقى فيه مارجن اوف ايرور، والالاوبل ديفيشن هو المارجن اوف ايرور اللي المواصفه سامحه بيه. فاذا انا محتاج اطمن، محتاج اطمن. فاذا المارجن اوف ايرور بتاعي بوزيتيف اور نيجاتيف 5%، يبقى انا محتاج اعرف هل الويت بير يونت لينث بتاعي ده داخل الالاوبل ديفيشن ولا لا. طب وانا اعرف منين؟ هحسب الاكشوال ديفيشن اللي هو مكتوب فوق ده، هجيب ال 1.3 دي واقول ناقص 1.21 على 1.21 واضرب في 100، هيديني نسبه. النسبه دي لو من سالب 5 ل 5 يبقى انا في السليم، عدت الكلام ده يبقى انت خلاص العينه دي ريجكتد. طيب ده كده اول اختبار. بعدين كده احنا اختبرنا الفيزيكال بروبرتيز، اختبرنا الدينستي، اختبرنا الويت بير يونت لينث، بعدها اكيد هنختبر ايه؟ ميكانيكال بروبرتيز بشكل او باخر. طيب زي ما قلت لك المواصفه الجديده دلوقتي شغاله شورت سبيسمن بس، يبقى هو مش لازم يقول لك انا اختبرت عينه شورت، او مش لازم بقى انت تسال هي العينه دي شورت ولا لا، هو خلاص هي المواصفه دلوقتي مواصفه 2015 شغاله شورت سبيسمنت. فاذا انا اقول ان ال نود على طول هتبقى 5 دي نود على الاقل بالنسبه لحديد التسليح. ده ما يمنعش انك لو حبيت تختبر عينه لونج سبيسمنت تختبرها يعني براحتك يعني، بس المواصفه ماشيه كده. طيب برضو المواصفة غيرت بعض الترمينولوجي، يعني الحروف بس اللي هي بتقول على اف فيلد، كنا بنقول اف فيلد مش هنقول اي اف فيلد، هنقول شوية حاجات كده، هنقول حاجة اسمها ار اي اتش، وهنقول حاجة اسمها ار ام واي ان، وعندي حاجتين اسمهم اي جي تي، وعندي حاجة اسمها اي فايف. طبعا ده وانا شغال على تنشن تيست، يبقى تعالى ايه نرسم كده على جنب باختصار شديد، بس اعمل محاور على الاقل شكلها 90. طيب ماشي اهو، ده البي دلتا كيرف، وده عينة بي طلعت كده، بعدين اهو حلو كده، ده الماكسيمم وده الفيلير اهو. عظيم. تعال بقى نعرف بقى ايه كل قيمة من القيم دي. ار اي اتش هي اليلد، هي اليلد ستريس، فاذا هي البي او الفورس عند الابر يلد على اي ان، ايه اي ان دي النومينال اريا، يبقى دي نومينال area يعني باي على 4 دي نود سكوير او دي ان سكوير. يبقى مهم بقى ان انا ابقى عارف ان انا شغال نومينال اريا ديا كده. اليلد سترينث او اليلد ستريس اي حاجه اس تي ار، حلو كده ماشي. دي اول حاجه ار اتش. ار ام دي الماكسيمم سترينث، يبقى دي البي ماكس على اي ان، يبقى دي الماكسيمم سترينث. طيب ايه الاي جي تي والاي 5؟ دول مش عشان اسمهم ايه يبقى اريا، لا اي جي تي واي 5 دول بيرسنت اوف الونجيشن، بس احنا كنا عمالين نكتب بيرسنت اوف الونجيشن، هو قال لك وانا اقعد اكتبها ليه. تعال نسميه اي جي تي واي 5 ايه هما. خلي بالك انا عندي في لازم تفرق بين دلتتين، الدلتا دي هي الدلتا ات بي ماكسيمم، حلو كده، انما هي مش الماكسيمم دلتا. الماكسيمم دلتا هي دي اللي هي مثلا هنا، هقدر اقول ان دي كده الدلتا ماكسيمم او الدلتا ات بي فيلير،
طيب ايه الـ AGT و ايه الـ A5؟ الـ AGT هي دلتا عند الـ P maximum، اللي هي تعالى نعملها بلونها بقى بدل اللخبطة دي. AGT هي دلتا at P maximum على الـ L node في 100، والـ A5 هي دلتا ماكسيمم او دلتا ات بي فيلير على ال نود في 100. ليه عندي نسبتين الونجيشن؟ هو كده، دي المواصفة. عايز تعرف اكتر في الموضوع اقرا المواصفة. لا يعني هي الفكرة انك تقدر تختار سواء الاي جي تي او الاي فايف كمعيار لتحديد نسبة الاستطالة، على حسب انت انهي نسبة استطالة تهمك اكتر في التصميم بتاعك. لان واحد ممكن يبقى همه بس الدلتا عند البي ماكسيموم، انا مش مهتم باللي هيحصل بعد كده، يعني هو عامل في حسابه ان هو لو عديت الماكسيموم خلاص الدنيا فرقعت يعني. لا، في واحد تاني لا مهتم. فاذا هي على حسب انت هتصمم ازاي. طيب كده ده انا سميت لك بس الفاريبلز. طب يلا نختبر. ما قبل ما نختبر برضو انا مش عايز اصدمك، انا عايز اقول لك برضو ان المواصفة الجديدة الجريدنج بتاعها اختلف. ازاي يعني؟ يعني انت كان قبل كده بتقول لي مثلا ان اعلى جريد بتاعك حاجة اسمها 400 على 600، واحد اليلد واحد الماكسيموم. حتى التسمية دي كده انساها، انت شغال دلوقتي على المواصفة القياسية المصرية 262 ل 2015، دي المواصفة اللي انا شغال عليها دلوقتي. طيب الرتبة بقى برضو الجريد، انت ما سبتليش حاجة الا وغيرتها، فمحتاجين بقى نتكلم على الجريد. وريني يا عم الجريد بتاعك ده اللي انت عملت غيرولي. هكتب لك الشكل المعتاد، دي كده الجريد بشكلها الجديد. تقول لي يعني ايه بقى انت عايز ايه؟ واحدة واحدة بقى ايه نقعد نتكلم على كل حتة في هذا الجريدنج. ده اسم كده، ده كده دي رتبة، دي كده رتبة حديد. طب انا عرفت منها ايه او ايه الحاجات اللي فيها؟ واحدة واحدة. اول حاجة البي دي معناها انه حديد تسليح، يعني البي دي اول حرف في الـ في الـ في الرتبه معناها ان الحديد ده حديد تسليح او مستعمل في الخرسانه المسلحه، يبقى ده اول حرف. يبقى لو حرف غير البي يبقى ده مش خرسانه مسلحه، خدت بالك؟ طيب ال 240 دي ايه هي؟ 240 دي هي الابر ييلد ستريس او سترينث، دي الابر ييلد. فاكر احنا قلنا ايه؟ انا عندي حاجه كده، دي الابر ييلد، دي مكتوبه القيمه نيوتن بير مليمتر سكوير او ميجا باسكال. يبقى في المواصفه دي بتتكتب بازيل يونتس، والنبي حاسب على اليونتس يعني معلش. طيب الاي دي ان ايه هي؟ الاي دي ان هي درجة الممطولية او الدكتيليتي. يعني ايه يعني ايه درجة الممطولية؟ هتلاقي ان انت عندك على حسب الدكتيليتي بتاعت السيخ هم متقسمين ل A و B و C و D. فانت الحرف ده بيقولك هو انت في انهي نوع من الاربع انواع بالنسبة للدكتيليتي بتاعت السيخ بتاعك. طيب ايه ده؟ دي شرطة. انت عندك حاجتين، يا اما تبقى مكتوبة لك شرطة يا اما تبقى مكتوبة لك W. ال W دي يعني weldable او نقدر نقول قابل للحام. الشرطة لو مش مكتوب W ومحطوطة شرطة كده يبقى ده غير قابل للحام.
وبعدين اخر حاجة البي دي بتقول لي نوع السيخ ازاي. يعني البي دي يعني بلين، ممكن تبقى ار يعني ريبد يعني. يبقى انا كده ايه، هي دي، هو ده كده على بعضه، دي كده رتبة، دي كده رتبة حديد. الحديد ده ايه؟ ده بي يعني شغال حديد تسليح، 240 دي الابر ييلد بتاعه، درجة المنطولية ايه، غير قابل للحام، وبلين املس. طيب دي كده يعني انا مثلا ايه ممكن اقول لك دي اسف بي 420 مثلا دي دبليو بي، دي رتبة، دي معناها ايه؟ ده حديد تسليح، المقاومة بتاعته الابر ييلد 420، داكتيليتي دي، ويلدبل بلين. ده كده معناه ده دي المواصفة. طيب تعال نشوف بقى الجداول دي في المواصفة عاملة ازاي. دي كده الميكانيكال بروبرتيز. تعال نتكلم الاول على البلين. تعال ننزل الجدول ده لحظة واحدة، تعال ننزله كده سنة علشان نعرف نلعب عليه. ايه اللي عندي؟ دي جريدز بتاعت البلين ستيل اللي موجودة في المواصفة، نفس المواصفة اللي انا كنت بكلمك عليها. هتلاقي عندك الجريدز بتاعتك، وده الديجريز اوف elongation، طبعا بتعتمد على قيمة اي جي تي و اي فايف، برضو بعتمد على الار ام على ار اي اتش، دي ريشيو بين الماكسيمم سترينث على اليلد ستريس، برضو بستعملها كمعيار من معايير الدكتيليتي. طيب انا عندي اي جي تي و اي فايف، بستعمل انهي فيهم؟ المفروض انت مع المصنع بتتفقوا، لو ما اتفقتوش بتستعمل اي جي تي. وفي حاجة كمان، لو انت ما عندكش يلد فلازم تستعمل 0.2% بروف ستريس. طبعا اتكلمنا على البروف قبل كده، اتكلمنا ان هو ده اللي بيحصل عند 2% اوف elongation. يعني انا بمشي كده 0.2%، بعدين ايه، انا عندي حاجة عاملة كده، فانا بمشي كده واقول ده كده البروف، اتكلمنا عليه قبل كده كتير. مهم الجدول ده بيتقر ازاي؟ انا بتجيل العينة، بحسب لها طبعا ار اي اتش، وبحسب لها ار ام، وبحسب لها الريشيو بينهم، وبحسب يا اي جي تي يا اي فايف، اي واحدة منهم، وببدأ من تحت لفوق زي ما كنا بنعمل، اشوف دي الجريد اول حاجة بيدي لك المينيموم، اخر رتبتين بس هو اللي مدي لك ليهم ماكسيموم جريد، يعني المفروض الاسترس بتاعي ما يزيدش عن كده، لو زاد انا برفض العين. اني فيهم ده ايه اللي زاد؟ الار اي اتش، لو الار اي اتش زاد عن 540 ما ينفعش يبقى فيها هذه الرتبة. حلو كده، ده الار ام، ده الماكسيموم، وده برضو محدد لرتبتين. يعني انت على حسب، لو هو انا في الرتبة دي دلوقتي اليلد بتاعي 250، حلو انا في الرتبة دي، ها الماكسيموم طلع اكتر من 520، يبقى انا برفض الرتبة دي. حلو كده. طيب بعدين دي الريشيو ار ام على ار اي اتش، دي اقل قيمة للريشيو لازم اعديها، وبعدين اي جي تي و اي فايف دي اقل قيم للإلونجيشن. طيب هتلاحظ حاجة غريبة، هتلاقي ان هنا في دبليو في هنا داش. طب انا اعرف انهي فيهم؟ مش هتعرفها من هذا الاختبار، الاختبار ده بيحدد لك يلد وماكسيموم، انت مش هتعرف منه، هنعرف من الكيميكال اناليسز. لكن خلينا نبص قبل الكيميكال اناليسز على ده كده جدول ايه، ده كلهم بي، يبقى ده جدول البلين، احنا عايزين بقى جدول للربد او الاسياخ ذات النتوءات. ده الجدول بتاع الربد، هتلاقي فيه رتب اكتر شويتين، هما 21 للربد و 11 للاملس تقريبا. هتلاقي نفس الجدول، ده الجريد ار اي اتش، مديلك مينيموم ومديلك ماكسيموم. ايه الماكسيموم دي؟
هو حاططها لك في اربع او في خمس رتب صح، مدي لك الار اي اتش دي او الحد الاقصى للار اي اتش مديهولك لخمس رتب، اخر خمس رتب. فهو قال لك الحد الاقصى هو 1.3 في الحد الادنى. يعني ايه؟ يعني بالنسبه لاخر رتبه الماكسيمم هو 500 في 1.3، الرتبه اللي بعدها دي 420 في 1.3. هو الراجل ايه كان مكسل، فبدل ما يعمل لك كده قال لك احسبها انت بس، هي دي الفكره. تمام، يبقى هو ده معنى 1.3 في ار اي اتش. بعدين برضو نفس ار ام على ار اي اتش النسبه و اي 5 و اي جي تي. طيب بعد الميكانيكال بروبرتيز هنتكلم على الكيميكال اناليسز او الكيميكال بروبرتيز. وانا عايز اعرف ليه الكيميكال بروبرتيز؟ انا عايز اعرف نسب المواد اللي داخله في الستيل بتاعي. ما هو مش حديد بس، لا ده حديد وفي كوبر وفي شويه مواد كتير قوي كمان، النسب بتاعتها بتغير لي خصائص الحديد. اتكلمنا المره اللي فاتت ازاي الكربون بيعلي الاسترس وبيقلل الدكتيليتي. ابسط حاجه الفرق بين المايلد ستيل عامل كده، الهاي تنسايل هتلاقيه عامل كده، هما الاثنين نفس على نفس الخط ده لانه نفس اليانج مودلس. بس يعني مثلا ايه ده المايلد وايه ده الهاي تنسايل هيبقى عامل كده مثلا. يبقى انا الفكره عندي ان محتاج اعرف هذه الكيميكال بروبرتيز، وهي اللي بتحدد لي بقى هل السيخ ده هيتلحم ولا لا. انا بحددها ازاي؟ انا الكيميكال اناليسيس بيجيب لي نسب مئويه للوزن بتاع العنصر، يعني نسبه الكربون باي ويت. ماشي اهي ويت، حلو كده. بس في يعني مش بس نسب، يعني في كذا كذا عنصر مهم زي الكربون، في كمان السيليكون والمنجنيز وال السلفر والفوسفورس والنيتروجين، في كذا عنصر كمان. لكن في حاجه مهمه برضو انا بحسبها، حاجه اسمها السي اي في. السي اي في دي كربون او نسبه الكربون المكافئ يعني بيقولوا عليها. برضو بتتحسب وبرضو بتبقى داخله معايا في حسابات الجدول، هي عباره عن نسبة السي زائد نسبة المنجنيز على 6 زائد نسبة التلات عناصر دول كروميوم فناديوم موليبديم مش عارف اقولها ام او اهي على 5 زائد كبر ونيكل على 15. دي النسب بتاعت هذه العناصر. طبعا ده بيبقى جاي لك في جدول في ريبورت في داتا شيت ايا كان، بقى بيجي لك نسب هذه العناصر وانت بتعوض تجيب السي اي في. طيب ماشي يا عم، انا معايا نسب العناصر كلها اللي جات لي للعينه وكل حاجه، ايه بقى اللي بيحصل؟ هقول لك هيبقى عندك جداول بهذا الشكل. ده الجدول بتاعي اللي فوق ده، برضو في نفس الجريدز بتاعت ال11 جريد اهم بتاع البلين، ومحدد لك النسب بتاعتي الماكسيمم بالنسبه لهذه القيم. طيب يعني انا مثلا بالنسبة للبلين هي اخر رتبة هي اللي بتتلحم، مديني لكل العناصر. يعني طبعا ايه رتبة زي اللي هي دي مثلا بي 240 سي داش بي، الرتبة دي مش مهتم بنسبة الكربون ولا السيليكون ولا المنجنيز فيها، ممكن اهتم بالسلفر والفوسفورس. فدول دول اللي ببص عليهم. انها حاجة زي اللي تحت دي ماكسيموم الكربون اهو، ماكسيموم السيليكون اهو، ماكسيموم المنجنيز اهو، وهكذا لكل قيمه. فانا بيبقى معايا جدول في النسب وبعض اقارنها بهذا الجدول. طيب الجدول برضو بيدي لك حاجه لطيفه، الجدول بيقول لك انا عارف ان الموضوع مش بيرفكت، مفيش حاجه هتطلع بالظبط، وممكن يعني طب لو طلع لك 0.31 نسبة الكربون 0.31 هترفض الكمية؟ هترفض كل حاجة؟ قالك لا، انا عارف ان انا محتاج هنا توليرانس، خصوصا ان النسب المحطوطة دي نسب معملية. ف
الراجل جالك هنا في الجدول اللي تحت وقال لك دي نسب التوليرانس اللي انا هاخدها. قال لك ازاي؟ قال لك ان لو في الجدول مثلا بالنسبة للكربون، لو نسبة الكربون في الجدول اكبر من 0.25 اديلي سماحية 0.03%. حلو كده؟ يبقى انا بالنسبة للكربون البوينت 3 دي اكبر من 0.25، فاذا انا معايا توليرانس لحد 0.3 بلس 0.03، يعني انا معايا توليرانس لحد 0.33. فلو جالي حاجة 0.31 هقول دي تعدي. لو جالي حاجة 0.34 لا يا باشا معلش، انت كده عديت قوي البوينت 3 بتاعتي. انا كنت مديك توليرانس حاجة كده على اساس يعني تشتغل، بس برضو كده كتير. نفس الكلام بالنسبة لكل عنصر من هذه العناصر. بالنسبة مثلا ايه للفوسفورس، بيقول لك لو نسبة الفوسفورس اللي موجودة في الجدول اقل من 0.05، اقل من او يساوي 0.05، فالتوليرانس اللي هتزوده هو 0.008. انما لو اكبر من 0.5 فالتوليرانس بتاع 0.01 بس. ازاي يعني؟ يعني انا بالنسبة لي القيمة بالنسبة لهذه الرتبة B240 دي داش B، هذه الرتبة اللي عملتها بالاحمر، نسبة الفوسفورس فيها ايه؟ 0.05 صح؟ يعني هي تندرج هنا اقل من او يساوي 0.05. طيب يبقى التوليرانس المسموح بيه هنا هيبقى بلس 0.008، يعني انا اعلى قيمة هقدر اسمح بيها 0.058. انما بالنسبة للرتبة تانية خالص اللي هي هنا مثلا B240 C داش P، وخلي بالكم مختلفين بس في الدكتيليتي لو بصيت يعني، فنسبة الفوسفورس فيها 0.06 اللي هي تندرج هنا تحت اكبر من 0.05، فاذا البرسنت او التوليرانس اللي انا اضيفه هو 0.01. يعني انا اضيف على دي 0.01 يعني هسمح لحد 0.07. لو خدت بالك الجدول ما بيديلكش توليرانس للسي في، لكن هتلاقيه كاتب لك في المواصفه بالنسبه للسي في ان هو يمكن بالاتفاق بين الجهه المنتجه والمشتري استخدام معادلات او قيم اخرى لمكافئ الكربون. يعني سي في ممكن بالاتفاق ايه تختاروا له حاجات تانية، بس انت ماشي دلوقتي انت ماشي بالمواصفه عشان تبقى عارف. وبالمواصفه كده انت قدامك مفيش توليرانس للسي في. عظيم، ده كان بالنسبة لي البلين. طب الريبد بار ملهاش نفس؟ لا برضو نفس الكلام، وجدول برضو بنفس الطريقة، لكن مثلا بالنسبة للكربون ما الكربون ممكن تزيد عن 0.25. المرة فاتت كان هي 0.25 بس، لا دلوقتي في 0.32 في 0.22. فاذا علشان في كذا رتبة وفي كذا رتبة بيتلحموا، فالاختبار ده التحليل الكيميائي بالنسبة للريبد اهم، او يعني في حاجات اكتر يعني، لكن هي نفس الفكرة. لو انت بصيت لكل عنصر ليه الماكسيمم بتاعه اهو لكل رتبة، والسي اي في اللي هو بنفس القانون، نفس القانون احسب السي اي في وقارنه بالجدول، والسي اي في هو الوحيد اللي ملوش توليرانس. انما بقية العناصر لو انا عايز اشوف المنجنيز، المنجنيز لو اقل من 1.65 ليه توليرانس 0.06، لو اكبر من 1.65 التوليرانس بتاعه هيبقى 0.08. طيب في اختبار كمان بيتعمل عايزين نتكلم عليه، في حاجة اسمها كولد بند تيست. ماشي، الاختبار ده برضو بعرف منه شوية حاجات لطيفة. انا بجيب سيخ حلو كده وبلفه على بين، بيبقى في عندي حاجة هنا وبتتحرك. يعني تعالى ايه نتخيلها الاول، ده السيخ بتاعي اهو حلو كده وستريت والدنيا لطيفة، عندي بين بدايامتر محتاج احسبه وهقولك عليه. ماشي، وعندي حاجة تانية كده، دول كلهم ايه انا رسمهم لك بلان، دول كلهم واقفين على صينية حلو كده، يعني في كده تحت تحتهم كده في صينية متثبت فيها البتاع الخضرة دي، فالبتاع الخضرة دي هتبدأ تتحرك، هتبدأ تلف حوالين الصينية
حلو كده. فاذا لما هتلف هتتني سيخ الحديد. الهدف من الاختبار ان انا اودي سيخ الحديد لفين؟ الفه يعني بحيث ان هو يبقى عامل كده. يعني انا في الاخر المنتج النهائي بتاعي هيبقى عامل كده. مش راضية تيجي بس هي حاجة كده. يعني الفكرة ان انا هلفه بالبتاعة دي لحد ما يوصل الناحية التانية. ده الكولد بنت تيست. وهدرس بقى الحتة اللي اتلفت عليها دي، لان اكيد اتعمل لها ستريس، لان هو لما السيخ كان مستوي والدنيا حلوة كده وانا قمت جاي لفيته، اكيد هيحصل فيه ستريسز، اكيد هيحصل فيه حاجات كده جوه. فلو حصل فيلير بسبب هذه الستريسز انا برفض العينة، ولازم اعرف بقى ايه الفيليرز اللي هتحصل لي. بس هي مش راضية استنى بقى. صح. مثلا انا مش طيب. انا مين لي هبقى مهتم باربع انواع من الفيلير. تعالى ايه دخل دي هنا لحظة، نعمل لهم سيلكت كلهم كده. هيبقى عندي اربع انواع من الفيليرز، تعالى نحطهم كده جنب بعض. ايه المودز اوف فيلير اللي هتحصل عندي؟ حاجة من اربعة، يا اما هتلاقي ان عندك هنا في شروخ من جوه، يا اما الشروخ دي هتبقى من برة، يا اما هتلاقي شروخ مايلة، يا اما هتلاقي حتة طقت. حلو كده. هتلاقي حتة طقت برة. وكل شرخ من دول بقى وكل فيلير من دول ليه سبب. الحاجات اللي جوه دي لما انا اعمل حاجه كده انا باثر عليها بيندنج مومنت من جوه كومبريشن ومن بره تنشن. فاذا الشروخ اللي حاصله من جوه هنا ديا دي كومبريشن، يبقى الفيلير هنا كان ديو تو كومبريشن. والعكس الناحيه دي، الناحيه دي ايه الفيلير حصل بره، فاذا الفيلير ده ديو تو تنشن. طيب ايه الفيلير اللي مايل ده؟ ده هتلاقيه مايل بزاويه 45 درجه. والحاجات المايله بالنسبه لك بزاويه 45 درجه دي هتبقى في الغالب شير. شير يعني سلايدنج. وحتى احنا اتكلمنا لما كنا بنتكلم على التنشن تيست ان انا بلاقي المود اوف فيلير مثلا ممكن تلاقي حاجه اسمها كاب اند كون، صح؟ كاب اند كون. بتلاقي ان زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات، الحته دي هتلاقيها رف والحته دي سموث. الحته الرف دي هي فيلير ديو تو نورمال، والحته اللي سموث دي فيلير ديو تو شير على زاويه 45 درجه. طيب الحته اللي طقت دي يعني مش عارف يعني ثابت بتاعه وخلاص، مش خلاص شكرا سلام عليكم يا شباب ماشي. الحته دي بسبب عدم التجانس جوه العينه في حته يعني ما توزعتش الاستريسز بالتساوي، انا مش عارف كنت اقول ايه. المهم يعني ان هو عدم تجانس او نون هوموجينيتي. تمام. ده كده دي الاختبارات اللي كانت بالنسبه لي صلب التسليح. حاجه بس عايز اضيفها هي بالنسبه للكولد بين تيست. الكولد بين تيست زي ما احنا قلنا انا بلف، فبيبقى عندي البين دي اللي انا بلف عليها السيخ قطرها لازم يبقى ليه علاقه، في علاقه بينه وبين قطر السيخ نفسه ماشي. والعلاقه دي ايه معرفه اهي في جداول بالنسبه للريبد بارز والبلين بارز. بالنسبه للنومينال دايامتر يعني انا برضو شغال نومينال سواء ريبد حتى اهو ريبد بس شغال نومينال مش افكتيف. هيقول لك ايه لو قطر سيخ اقل من 16 فالماكسيمم بين فاليو 5 دي، بين 16 و 25 هتبقى 8، بين 23 و 50 هتبقى 10 دي. ده بالنسبة لي الريبد. بالنسبة للبلين فهي اقل من 16 فالبين دايمتر 3 دي،
بين 16 و 22 هتبقى 6. دي اللي هي البين الدليل يعني، او بتاع اللعبة لف عليها السيخ يعني. بالنسبة لصلب الانشاء احنا اتكلمنا عليه بريفلي، يعني ان انا مثلا لو عندي اي بيم بهذا الشكل وانا عايز اختبرها، يعني اختبر اي بيم، الاي بيم دي محتاجة حاجة كبيرة قوي علشان اعمل عليها تنشن يعني، او ايا كان الاختبار يعني، فصعب قوي اختبر اي بيم. اختبرها ازاي يعني، انت عايز مني ايه؟ فقال لك يا عم احنا مش هنختبر اي بيم يا عم، لا انا هاخد من الويب، هاخد منه شكل عينة. حلو كده، هو مش باين الشكل قوي، مجهد شوية معلش. شكل العينة على جنب هتلاقيه عامل كده. ليه عامله كده؟ علشان اضمن ان الفيلير يحصل في هذه المنطقة، فبكبر الحتت اللي بمسك منها. والعرض دون اللي انا بقيس عليه هو ال L node بتاعي اللي احنا قلنا إيه، لو هو لونج سبيسيمين مثلا هيبقى 11.3 سكوير روت A node. وبرضو بيبقى عندي لو انا عندي ستريس سترين كيرف بتاعي ده يلد عالي قوي مش راضي يجي اهو، هيبقى عندي قيمة لليلد وقيمة للماكسيمم. هقول على الاف يل على اليلد سترينث اف واي اللي هي بي واي على اي نود، برضو اي نود اللي هي دي، او يعني اسف اللي هي دي. واقول على الماكسيمم اف تي يعني تنسايل تبقى بي ماكسيمم على اي نود. ليه جدول مختلف عن الجداول التانية لكن هو صغير قوي، هتلاقيه فين لحظه واحده اهو حطه تحت خالص لحظه واحده. ده الجدول بتاع ال construction steel، ليه 3 جريدز. وخلي بالك اليونت هنا تن بير سنتي سكوير، التاني كان ايه؟ نيوتن بير ملي سكوير. في فرق يونتس، فالقيم يعني 2.4 والتاني كنت انا بشتغل 240 مثلا او 420 500 مش عارف ايه. انا يعني بمسح فيها ليه دي لحظات، ف هتلاقي طبعا في اختلاف في اليونتس، تصحى بالك يعني تاخد بالك. في حاجة كمان مهمة، هتلاقي ان هو الكود مقسوم حتتين على حسب الثيكنس بتاعت اللي عندك يعني، لان انت مثلا لو بتختبر حاجة الثيكنس اقل من 40 ملي فدي القيم بتاعتك، انما لو الثيكنس اكبر فالقيم بتاعتك تختلف قليلا كده. احنا كده اختبرنا يعني، في اختبار كمان بيبقى على الالونجيشن اللي هو تعيين الانوين كونستانت، اتكلمنا عليه في اول فيديو مش محتاجين نتكلم. اللي هو كان دلتا ال بيساوي بي ال نود زائد سي سكوير روت ايه نود، احنا اتكلمنا عليه فمش محتاج اكلمك عليه تاني يعني. كده احنا خلصنا كلام على التنشن وعلى اختبارات هذا النوع من الاختبارات. المرة الجاية نتكلم على الكمبريشن.